بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. صباح الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد ورشمة جديدة والوان جداد. اليوم عندنا جلابة في النوار، غنخدمها باللون ديال التوب وبالبوردو والصم الابيض. دخلت فيها الصم الابيض حيت هي عندها سلهامه ديالها والسلهامه فيها الصقلي، هذا علاش دخلت الصم في الابيض. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الرشيمه. ها انتم كيف ما كتشوفوا، فالرشيمه عباره على وريضات فيهم عريشات، دوك العريشات مخدومين بتدوار المرمى وغيعمروا في الوسط ديالهم بالصم الابيض. وهي الرشيمه كلها هي ماشي شي رشيمه فيها شي تقنيات اللي صعاب، فهي رشيمه تقريبا اي وحده غير شاد يديها شويه غتقدر تخدمها. المهم هو الاتقان، اللي حاجه اللي نوصي ديما اللي كنقولها لكم كل مره هي الاتقان في الخدمه ديالك. ما تدوزيش على الحاجه غير تشيتيها، تقني الخدمه ديالك وخدمتك اختي غتجيب لك الكليان وغتجيب لك الخدمه. كوني على يقين غادي ما تبقايش تحكي راسك من الخدمه الا كنتي كتقني. خدمي بحال لك كتخدمي لنفسك، هذه وصيه نقولها لك. رحم الله من عمل عملا فاتقانه، هذا الشيء اللي غنقول لك وهذا الشيء علاش غنوصيك. فكنتمنى ان شاء الله تستمتعوا نتوما كتشوفوا في الرشيمه وهي كتطلع قدامكم. ندوزوا للمسقي. مرحبا بكم. المهم اختي، من بعد ما قنعتي وشبعتي وخديتي القرار ديال الانفصال، من بعد ما عبرتي راسك وانتي بينك وبين نفسك مستعده للمعركه اللي غتدخلي ليها، تنقول لك اختي برافو عليك. اصعب مرحله هي هذه، هي اتخاذ القرار، هي اصعب مرحله في المعمعه كامله. ملي انتي كتاخذي القرار اختي كتحسي اختي بواحد السكينه، بواحد الهدوء، بواحد الطمانينه في النفس ديالك. والله يا اختي ما كاين بحالها في الدنيا. يعني راه اش غنقول لك، واحد الهدوء، واحد السكينه، واحد الطمانينه كتحسي بهم، ما سبحان الله اللي كينزلهم عليك، حيت انت فعلا كتكوني مقهوره في ديك العلاقه. فملي كتقنعي منها وكان نفسك كتقنع كتحسي بالهدوء والسكينه والطمانينه. اول حاجه اختي هي اللجوء لله سبحانه وتعالى. انتي بغيتي تخرجي من ديك العلاقه، وديك العلاقه اكيد فيها وليدات، راه خاصك تعرفي بان ديك العلاقه راه ماشي ساهل انك تهدمي ديك الاسره وتهدمي. يعني راه الله قال لك العرش ديال الرحمن كيتهز ويتحط ملي كيكون طلاق، ولكن راه الله سبحانه وتعالى حلو حيت داروا حل. فراه ملي كتكوني في واحد الوضع اللي كتحسي ما بقيتيش كتحسي نهائيا بالادميه ديالك، ما بقيتيش بنادم، واحد الانسان اللي تيحقرك لدرجه انك ما كتبقايش تحسي بالادميه ديالك، فهذا كيوصلك لكاع هاد المراحل السابقه اللي ذكرناهم. فالمهم فملي كتوصلي للمرحله ديال انك خديتي القرار وبغيتي صافي تنفصلي وقنعتي وشبعتي كتحسي بالهدوء وبالطمانينه. ملي كتحسي اختي بالهدوء والطمانينه، كأول حاجة خاصك تبداي تفكري شنو خاصك ديري، شنو الا عندك شي خدمة شي حرفة غتبداي تطوري في راسك، خصوصا المرأة اللي تيكون ما عندهاش هذاك الراجل اللي معاها، ما منعهاش مثلا من الخروج، ما منعهاش من سميتو دير شي صنعة شي اي حرفة اي حاجة. فبداي اختي تطوري في راسك قبل ما توصل للمرحلة ديال الطلاق، وانت تما عنده خاصك تنمي راسك، تنمي القدرات ديالك. يعني ملي كتبداي تفكري في التفكير اصلا المخ ديالك كيعمر، اصلا كتبداي تفكري في افكار مختلفه، كتولي الخيال ديالك والخطط ديالك ما تيبقاش فيهم داك السيد. بمجرد ما كتولي تفكري في خطط ما فيهمش داك السيد، ما كاينش هو في الخطط ديالك، تنقول لك اختي برافو عليك وصلتي. وهذاك ملي كتبدي ملي كتولي في هذا كتوصلي لهذه المرحله كتبداي تخطي في خطط هو ما كاينش فيها، ما كيبقاش اختي هو يحركك،
اش غنقول لك، ولو انكم باقيين عايشين مع بعضياتكم كيولي يخرج ما تقولي ليه فين مشيتي، كيجي ما تقولي ليه منين جيتي، ما كيبقاش يهمك الا غوت، ما كيبقاش يهمك الا الى سب، ما كيبقاش يهمك الى اي حاجه دارها، ما كيبقى خرج ما شغلكش، دخل ما سوقكش، ما كتهتميش، ما نفسك ما كتبقاش تحرك، شي ديك النفس ديالك ما كتبقاش تحرك. وهذه يا اختي هي اصعب حاجه، كتقتل الراجل كيف ما كان، ملي كيشوف المراه اللي معاه ما كتبقاش تحرك، ما كتبقاش دير رد فعل. ملي اختي راه تيتسمم مسكين، تيتسمم في عظامه، كيدخليه سوق راسو، فهمتي، كيدخل سوق راسو، ما كيتقبلش، ما كيتقبلش انك مهدنا، داك الهدوء اللي تينزل عليك الله ما كيتقبلوش هو، يعني سبحان الله لا اله الا الله. ولكن حنا ما كيهمناش دابا هو، حنا كيهمنا هو انتي نفكر في راسي، نفكر في الخطط ديالي، نفكر نقلب على فين غادي نخدم، نفكر فين غادي نمشي، نفكر على بلاصه اللي غنسكن فيها، نبدا ندير في خطط. وانت كوني على يقين اختي ملي كتبداي تفكري هذا التفكير كيحل لك الله سبحانه وتعالى، خصوصا الا كنتي مظلومه. انا تنأكد على هذه النقطه، الا كنتي مظلومه في ديك العلاقه خصك تاكدي بان راه هذوك الاولاد اللي غادي تشتيهم، هذيك الدار اللي غادي تشتت، راه ماشي سهله، راه ما يمكنش تكوني ما مظلوماش وربي غيسر لك. كوني على يقين كنتي كان داك السيد معدي عليك وقاهرك وقررتي باش تفارقي معاه، ناكد ليك ان ربي غيوقف معاك وغيحل لك واحد البيبان اللي ما عمرك تخيلتيهم. لكن الا كان داك السيد ما داير لك والو، غير انتي معدياه هكاك قال لك مخك بغيتي تنوضي تشتي داك العش، راه كوني هانيه غتندمي، غتندمي. ربي ما كيرضاش بالظلم لا ليك ولا ليه. احنا كنهضروا على المراه اللي مسكينه مقهورة، كوني على يقين اختي راه ربي غيحل لك بيبان ديال الرزق والخزائن ديال الملك ديالو اللي ما لا تعد ولا تحصى، وغيطيحوا لك افكار اللي ما عمرك فكرتي فيهم، وغيسخر لك الله بنادم اللي غيوقف معاك. انا هذه عن تجربة وعن قناعة، ولكن اول حاجة خاصك انتي بعدا تكوني مهدنه مع راسك، وديري افكار راسك، وديري خطط راسك، وتكوني مستعده للمعركه اللي غتبدا. هذا الشيء اللي باش غنوصيك، وهذا الشيء اللي غنقدر نقول لك. وان شاء الله غادي نبقى كل مره نقول لكم شويه، باش انا راه ماشي كنشجع على الطلاق، والله ما كنشجع عليه، ولكن غير التجربه دازت عليا انا كنحاول، حيت كاينين شي بنات اللي من الضغط ديال هذوك المسوخ اللي تكتب عليهم يعيشوا معاهم. كاين شحال ديال البنات اللي تيفكروا في الانتحار، شحال من وحده كتفكر تقتلو، لا اختي ما تقتليه، ما تنتحري، صافي ما خلاش لك فين تعيشي معاه، هزي شطايطك وما تباتيش هنا، هربي، الرزق في الله سبحانه وتعالى. هذاك الراجل راه غير مسخروا لك الله، اما الرزق راه في الله ماشي في يده هو، فهمتيني. هادشي اللي بغيت نقول لك. نتمنى ان شاء الله هاد المعلومات اللي قلت لكم يكونوا ان شاء الله مفيدين لكم، ونتمنى كل بنت مقصحة مسكينة في حياتها يدير لها ربي مخرج، ونتمنى كل راجل عنده شي مرة متقية فيه الله يتقى فيها يوجه الله، لان التشتت ديال الاولاد راه ماشي سهل بالمرة، ولكن الا قسموا الله مرحبا به. هاد الشيء اللي نقوله. يا الله اختي تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله.